نرجع معكم بهذا الجزء الثاني من حصتنا مع الأستاذ مختار تريفي اللي باش نحكي ومعاه على أوضاع الحريات وحقوق الإنسان بمناسبة فتح تدشين المقر الجديد الفيدرالية الدولية لحقوق الإنسان في تونس. لكن نشوفوا الفيتير هذا ثم نرجع. وفد عالي المستوى برئاسة رئيس الفيدرالية الدولية لحقوق الإنسان يزور تونس هذه الأيام لتدشين فرع الفيدرالية يوم الأربعاء برئاسة الحقوقية مختار الطريفي. هذا ما صرح به الملحق الإعلامي لفرع الفيدرالية بتونس اليوم عادل حاج سالم. أساساً هذه الزيارة جي يعني في تدشين فرع تونس للفيدرالية الدولية لحقوق الإنسان. الفرع ذا يترأسه الأستاذ مختار الطريفي والممثلة الرسمية للفيدرالية في تونس هي الأستاذة يسرى فراوس. وتزامناً مع استئناف النظر فيما يعرف بقضية مريم وقضية شهداء وجرح الثورة، أعربت الفيدرالية الدولية لحقوق الإنسان عن تضامنها مع الفتاة المغتصبة مريم ووقوفها إلى جانب عائلات شهداء وجرح الثورة. La FIDH soutient, la FIDH, la demande de l'Association tunisienne des femmes démocrates, a décidé de rejoindre l'équipe d'avocates et d'avocats qui aide et qui assiste cette jeune femme dans ce procès à l'encontre des auteurs présumés du viol dont elle a été victime. Nous considérons que c'est un dossier important. احنا الفيدرالية الدولية لحقوق الإنسان منذ انطلاقة هذا الملف حتى كيف كان قدام القضاء العدلي من الأول، كي تفتح تحقيق كان قدام القضاء العدلي ومن بعد تحل القضاء العسكري، قررنا باش نعملوا مهمة مراقبة وملاحظة لهذا الملف بالذات وخاصة ملف شهداء تلا والقصرين لأنه ملف رمزي وتاريخي في تونس. لعل تدشين مقر الفيدرالية الدولية لحقوق الإنسان في تونس في هذا التوقيت بالذات يعكس ما تشهده وضعية حقوق الإنسان من تدهور. سي مختار تريفي مرحبا بك معنا. يعيشك. سؤال بسيط جدا، هو علاش يلزمنا نفرح بافتتاح مقر جديد للفيدرالية الدولية لحقوق الإنسان في تونس؟ أخي ما تخدموا كان بمقر؟ هو في العادة نخدموا بالمقرات المنظمات المنضوية تحت الفيدرالية. كما تعرف عندنا خمسة منظمات منضوية تونسية منضوية تحت الفيدرالية، هي الرابطة التونسية للدفاع عن حقوق الإنسان، المجلس الوطني للحريات، جمعية نساء ديمقراطيات، شبكة دستورنا، والمرصد التونسي للحقوق الاقتصادية والاجتماعية. لكن نظرا ل بعد الثورة الفيدرالية اعتنت بتونس لأنه تمثل نموذج يمكن يحقق صيانة حقوق الإنسان. ما تحبش تقول نظرا لمناخ الحريات في تونس؟ لا 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 هني جاي. قلنا وأنه أول ندوة عملتها الفيدرالية في مارس 2011 على هي والشبكة الأورومتوسطية لحقوق الإنسان على الانتقال الديمقراطي، ومنذ ذلك الحين عديد البعثات جات لتونس، وكانت الفيدرالية من أول المنظمات اشتغلت مثلا على ملف جرح الثورة وانتقلنا للقصرين. وقتها مازال سي لطفي بن جد وحاكم تحقيق القصرين مازال في الملفات هذه الى غير ذلك، وعملنا تقرير منذ البدايه حول وضع الحريات ومنذ ذلك. فقلنا ضروري هالعمل اللي تقدم فيه والدعم اللي تقدمه الفيدراليه لحركه حقوق الانسان في تونس وللمنظومه حقوق الانسان اللي قاعده تقدم ومجال الحريات، علاش ما نحلوش فرع في تونس؟ وافتتحنا فرع، تعاملت ساعه جمعية تونسية اسمها الفيدرالية الدولية لحقوق الإنسان بتونس، وعندها تو مدة، وحلينا مقر في تونس اللي ندشنوه نهار الأربعاء، وهذا باش يكون دعم للمنظمات المنخرطة في الفيدرالية ودعم لحركة حقوق الإنسان بصورة عامة. باش تضيف لنا الفيدرالية عندنا جمعيات وعندنا منظمة عندنا الرابطة، معناتها عندها تاريخ واسع، باع ذريع باع وذراع في مجال حقوق الانسان، حتى عندنا خبرات مع تشتغل خارج تونس. شنو الاضافه اللي باش تعطيها لنا؟ الفيدراليه الدوليه لحقوق الانسان هي منظمه موجوده من عام 1922 وموجوده في اكثر من 100 بلاد وتضم 170 اكثر من 170 منظمه في العالم، بالتالي عندها تجربه كبيره عندها خبره
كليكسبرتيز في ميدان حقوق الإنسان اللي هي تساند بها وتساهم بها مع المنظمات التونسية في تطوير حقوق الإنسان في تونس. أك عملية الخبرة. الشيء اللي مش تزيده الفيدرالية أيضا هو الصداء اللي عند الفيدرالية في العالم. تسخروا أيضا لمنظومة حقوق الإنسان ولدعم منظومة حقوق الإنسان في العالم. اليوم كي تشوف المنظمات الوطنيه اللي تجي لتونس مثلا بمناسبه او بغير مناسبه، المنظمات الوطنيه المعنيه بحقوق الانسان، وتلقى الفيدراليه لانه كي تجي مثلا منظمه من السنغال يعرفوا الفيدراليه الدوليه كي يلقاو مكتب يحتضنهم ويقدم لهم الاعانه. كذلك العمل مع مختلف المنظمات الاخرى. اليوم في تونس عندنا المنظمات الدوليه، هو انه الفيدراليه الدوليه لحقوق الانسان كان موقفها في بداية الثورة انتوزياست، معناها مشجع برشا للحراك الموجود في تونس، ثم لاحظنا أنه الموقف بدأ يفتر، هذه المساندة بدأت تفتر بعض الشيء. هل ما زالت الفيدرالية تعتبر أن تونس نجم تكون مثال في مجال الانتقال الديمقراطي والدفاع عن الحريات العامة والفردية، أم أنه موقفها ولا نيونسيك؟ لا لا، علاش بدأ يفتر؟ مش هو بدأ يفتر، كما نقوله التسويق لموقف الفيدرالية في وقت من الأوقات ما عادش كما يلزم. هذاك علاش من الحاجات اللي قلنا أنه ضروري الفيدرالية تبدأ موجودة في تونس باش موقفها تتعرف للتونسيين. والفيدرالية ما زالت مؤمنة بأنه تونس تنجم تكون مثال يحتذى في كثير من الجوانب في منظومة حقوق الإنسان، وهذاك علاش هي تدفع في مجالات عديدة، مثلا في حرية التعبير وحرية الضمير، في حقوق النساء، في المحاكمة العادلة وغيرها من القضايا، تدفع باش تكون تونس في مقدمة الناس اللي يحترموا المواثيق الدولية ويحترموا المعايير الدولية في هذه المجالات. كي نقول لك مثلا اللي الفيدرالية الآن وجود المكتب في تونس سيساعد، ليس فقط صورة الفيدرالية باش تظهر وشيء اللي تعمل فيه باش، لكن سيساعد المنظمات الوطنية سواء اللي منخرطة في الفيدرالية أو غيرها على أنه تكون العمل متاعها أكثر تقني، أكثر مهني، أكثر حرفي باش يكون الجدوى متاعه أكثر. وكذلك في عديد المجالات الأخرى مع المؤسسات الرسمية، مثلا مسائل عديدة اللي ولقينا القبول الحسن دائما من طرف السلطات ما بعد الثورة، سواء من وزارة العدل أو وزارة الداخلية أو السجون أو غيرها من رئيس الحكومة. الواش؟ لأنه مثلا نجيو في أماكن الاحتجاز، الفيدرالية عندها تجربة كبيرة ياسر اللي تنجم تسخرها لتحسين ظروف إقامة المحتجزين سواء في الإيقاف التحفظي أو السجن أو قضاء العقوبة إلى غير ذلك. الفيدرالية الدولية عندها في مجال حقوق النساء تشتغل عليها برشا وعندها ما تقدم، هذا يساعد تونس الفيدرالية مش تعاون السلطات الرسمية ومنظمات المجتمع المدني لتطوير الأداء ولتحسين وضع حقوق الإنسان في تونس. بالنسبة للفيدرالية الدولية ما هي أكثر الملفات التهابا معناتها هي المستعجلة باش تعالجها في تونس؟ العدالة، الإعلام، التعذيب، حقوق النساء، شنو ثم برشا ملفات. احنا نقول لك ما ثماش مفاضلة بين هذا الحق والآخر، لكن عندنا ملفات نشتغلوا عليها أكثر. مثلا حرية الضمير، احنا غدوة مش نمشي ونزوروا جابر الماجري في سجن المهدية. جابر الماجري محكوم عليه، شاب تونسي محكوم عليه بسبع سنوات ونصف من أجل كاريكاتور اللي اعتبر مسيء للرسول صلى الله عليه وسلم، وهذا الكاريكاتور مش شافوه 20 واحد فقط، تحكم على جابر والشخص آخر معاه بسبع سنوات ونصف. الشخص الآخر هاجر وهو أول واحد يحصل على اللجوء السياسي بعد الثورة، أول تونسي يحصل على اللجوء السياسي بعد الثورة، وجابر منذ توا قريب العامين وهو في السجن من أجل هاك الكاريكاتور اللي ما أضر حد ويتحكم عليه بسبع سنين ونص، ورغم الطلبات المتكررة والوعود
اللي قدمت أنه سيتم العفو عنه من رئيس الجمهورية اللي يعد باش يعفو على جابر، لكن هذا لم يتم. هكا تشوف العفو يشمل شكون؟ لكن رئيس الجمهورية قال رأفة به وخوفا عليه. سمحني ما نحبش نعلق خاطر عيب. هل أنه كل واحد رأفة به نحطوه في الحبس؟ ما لا شعب تونسي يكون رأفة به نحشوه في قلبه ونرتاح، فهمني؟ معقول هذا رأفة؟ ما أنا ما حشيش حتى حد يرأفة به بالطريقة هذه. ماني أقول لك لأن واحد يقول لي رأفة به كان حطوك غادي. دونك هذه قضية وهي تدخل في إطار حرية التعبير وحرية الرأي. وكانت تفكروا وقت اللي جات قضية نسمة، كانت الفيدرالية جاءوا ملاحظين منهم رئيس الفيدرالية الحالي كملاحظ للمحاكمة، وبالصدفة بما أنه الاستئناف متاع الحكم يبدو أنه بعد غدوة ستكون الفيدرالية حاضرة. يعني هذا باب حرية التعبير، باب الدفاع على حقوق النساء. وقوفنا اليوم، وقوف الفيدرالية وملاحظتها للمحاكمة متاع الفتاة التي تم اغتصابها، أيضا يدخل في باب الدفاع عن النساء اللواتي تتعرضن للعنف، سواء العنف الجنسي أو العنف المنزلي أو العنف بمختلف أشكال، وخاصة البنات والنساء اللي تعرضوا للاغتصاب وما يلقاوش حقوقهم، لأنه المجتمع في كثير من الأحيان يحب يغطي أكل العملية هذيك خوفا بين ظفرين على شرف الفتاة المغتصبة. كذلك فيما خص المساواة بين النساء والرجال، مساواة تامة بين النساء والرجال، الفيدرالية عندها فيها قول. كذلك مسألة العدالة، نحن منذ البداية بعد الثورة قدمنا المقترحات دقيقة فيما يتعلق بتطوير منظومة العدالة، سواء العدالة العدلية المدنية أو حتى وقتها واقترحت مسألة المحكمة العسكرية وتطوير مسألة المرافعات والعقوبة العسكرية. وقلنا وأنه من الأحسن وأنه مثلا أنه المدنيين لا يحاكمون إلا أمام القضاء المدني بما في ذلك الشرطة، وكذلك منظومة العدالة الانتقالية. نحن نشتغل على هذه الأشياء، وعنا تجربة وجاءوا خبراء كلفتهم فيدرالية جاءوا لتونس لتقديم النصح فيما يتعلق بمنظومة العدالة الانتقالية، إلى غير ذلك من المواضيع التي تهتم بها الفيدرالية. مثلا مسألة ظروف الإيقاف كما قلت بكري وظروف الاحتجاز، مسألة التعذيب، هذه كلها قضايا اللي الفيدرالية والنشطاء تعرفوا اللي الفيدرالية الدولية لحقوق الإنسان عندها مرصد لنشطاء حقوق الإنسان، شو يجري لنشطاء حقوق الإنسان مع المنظمة الدولية لمناهضة التعذيب، برنامج مشترك، وتخرج سنويا تقرير حول وضع نشطاء حقوق الإنسان. وكل عام وما ثماشي أحد النشطاء اللي تعرض للاستهتار بحقوقه في عهد الثورة وقبل إلا وكانت الفيدرالية معه. أستاذ مختار تريفي، بارك الله فيك على هذه الإيضاحات. دونك يلزمنا نرتاحوا لوجود مقر جديد للفيدرالية، مش فقط مقر، مقر وهيئة للفيدرالية اللي أنا نرأسها هيئة لأن جمعية تونسية فرع تونس ومش تخدم على مختلف هذه القضايا، والإعلام من أول القضايا، وشكرا للإعلام على مساندتنا ونستحقه وأنه تساندونا. بارك الله فيك سي مختار، بارك الله فيكم اللي تبعتونا. غدوة نعود نتلقاو السبعة غير بعض في برنامج تونسنا اليوم إن شاء الله. تصبحوا على خير.